خلال حرب أكتوبر المجيدة كان في أبطال من نوع مختلف، لم يحملوا سلاح لكن دورهم أبدا ما يقلش أهمية عن حاملي السلاح. منهم قصة يعني خاصة جدا وتابعناها خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الممرضة سيدة الكامشوشي، حكايتها سموها ممرضة تحت الحصار. الست سيدة كان ليها دور كبير جدا الحقيقة في إنقاذ الضباط خلال مواجهات السويس. بكل تأكيد، وفي الوقت ده إيمان وهي قالت الكلام ده وكلنا طبعا فاكرين، كان عندها كام سنة؟ كان عندها 19 سنة بالزبط. ومع ذلك رفضت أن هي تنتقل من السويس خلال الأحداث رغم إصرار أهلها ووالدها تحديدا على نقلها، طبعا كانوا خايفين عليها. احنا معانا على التليفون دلوقتي السيدة الكمشوشي، صاحبة قصة ممرضة تحت الحصار، عشان نتعرف منها على كافة التفاصيل ونعرف منها كمان قصص وروايات تانية. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا ست سيدة، كل سنة وحضرتك طيبة. وانت طيب يا حبيبي، وانت طيب، ربنا يديك الصحة. طبعا اللي حضرتك بتحكيه وبتقوليه بيعتبر توثيق، الروايات دي مهمة جدا نوثقها عشان نحكيها للأجيال اللي جاية. احنا عايزين حضرتك كده ايه تسترجعي الأيام دي وتفتكري لنا المواقف اللي مريتي بيها أثناء عملك في السويس. إن شاء الله إن شاء الله. أنا طبعا تخرجت، خدت الدبلوم تمريض من منوف، شبين ادتني جواب استلامي في مستشفى السويس العام بالتعيين. حضرتك من المنوفية؟ فطبعا رحت السويس في 10/5/71، ده أول استلامي في السويس. طبعا السويس أعجبت بيها ولقيتها ناس كويسين والطقم كله محترم بصراحة يعني، والشغل كويس. فأنا طبعا مكثت 2 سنين قبل الحرب في السويس في المستشفى. فجت حرب 73، العمل بتاعنا كان هناك 15 يوم أجازة و15 يوم منزل. فجت في اجازتي ال 15 يوم اللي انا هنزل فيهم، نزلتهم فعلا، كنا بننزل باستمارات، لازم ننزل باستمارات دخول وخروج السويس. فانا طبعا روحت البلد غبت يومين اثنين. اليوم الثاني لقيت اشاره جايه لي احضاري فورا السويس. فانا طبعا استغربت، ده انا لسه جايه امبارح واجازتي ما خدتهاش، يا ترى في ايه يعني؟ برضو الشك برضو كان في دماغ. فأنا طبعا الفضل ربنا، وأنا فكرت بقى كان في إيدي أنا روشتين كده، فروحت ألعاهم وإيه وقلت لوالدتي دول خليهم. قالت ما تلبسيهم، قلت لها لا، أصل بيعكسوني في الشغل وفي العمل، مش ضروري خلوهم هنا. وهم دول كانوا السبب في ان انا طمنت اهلي ان انا موجوده على قيد الحياه وكويسه يعني. فانا طبعا سافرت. اما سافرت وانا ماشيه في الاتوبيس لقيت طيور، يعني طيور، متهيألي طيور مصر كلها على الجبال طايره وفي الارض وفي لغايه ما وصلت السويس، والطيور دي ما اتقطعتش. فانا طبعا ايه ما عرفت، سالت امال ايه الطيور دي، ما حدش عرف برضه. المهم انا رحت الاتوبيس، نزلنا في المستشفى. قبل ما اخش المستشفى لقيت يا رب يا رب ينصرهم جيشنا ويحفظهم ويكلم صبرهم بخير ويجعلهم يا رب في ميزان حسناتهم. لقيت إصابات فظيعة، اللي على الترول واللي على الأرض واللي يعني حالات كتير جدا. فأنا طبعا دخلت بسأل زمايلي بقول لهم إيه في إيه؟ قالوا ده الحرب أمن بير. طبعا أنا دخلت البيس البلطو، الأسلحة بتاع المرضى كلها كانت في مدخل المستشفى، وحط لنا بقى البلاط الاطباء والتمريض كله جنب الاسلحه بحيث ان محدش يدور على بلطو ولا يلف. رحت لابسه البلطو، الرئيسه نزهت عليا قالت لي ايه ده، في مريض في الدور الثالث وبينزف ومفيش غير كيس الدم ده موجود، فاطلعي ركبه له. قلت لها حاضر. خدت طبعا الجهاز، خدت تذكرته، خدت ايه الدم وطلع.
انا ركبته له بعد يعني دقيقتين او خمس دقائق لقيت الضرب اشتغل علينا فوق. الدور الثالث كانت فيه فتحات مربعه بطول المستشفى كله، فالشرايه كانت بتدخل لنا من الفتحات دي. فطبعا لما الضرب اشتد علينا فوق فالمصاب قال لي انزلي، قلت له لا مش هنزل. قال لي انزلي انت هتموتي، الضرب كله احنا ما بنتحركش، انت انزلي مالكيش دعوه. قلت له لا مش هسيب الدم ده، ما فيش غيره في المستشفى، ما فيش غير الكذبه. قال لي طب عرفيني بينفتح ازاي وبينقفل ازاي وانزلي انت. قلت له لا برضه مش هتعرف، لان الدم بالذات لازم اي حد، مش اي حد يركبه، لازم يكون اللي بيركب الدم فاهم. فقال لي لا انا مالكيش دعوه انت هتموتي، بقول لك انزلي. قلت له والله ايه؟ ما خفتيش؟ لا انا ما خفتش، اصل الشظايا نازله عليا من فوق او من تحت. يعني انا لو قدر الله انا نزلت ومت تحت هي الموتة يعني. فقلت له لا. بس طبيعي واحدة عندها 19 سنة والشظايا وصوت الضرب نفسه أكيد يخض أي بني آدم. أنا واقفة عند الإحساس المتبادل، لأن المصاب عايز ينجدك وعايز يعمل شغلك، وانت يعني بكل قوة بتقولي له لا أنا هفضل موجودة وهكمل معاك. يعني أكيد ده إحساس لازم تكلمينا عنه، يعني إحساسك إيه وقتها؟ هل هو إحساس بمسؤوليتك كممرضة؟ إن دي مهنتك ودي مسؤوليتك قدام مريض قدامك، ولا فكرة الأجواء العامة إنها حرب وبلد بتروح وإحنا واقفين قدام المحتل ومش هنخليه ياخد أرضنا؟ لا طبعاً لا، أنا ما أنا رفضت وقلت له لا أنا مش هنزل، أنا مش هسيبك إلا لما الدم يخلص. وفعلاً أنا قعدت وحلفت وقلت له والله ما أنا نازلة عشان ما تتعبش نفسك. أنا طبعاً تنتني قاعدة لما الدم خلص ورحت نازلة. فطبعا الرئيسه قالت لي قلت لها انا ما نزلتش، ده كان تعبني فوق ويقول لي لازم تنزلي لازم تنزلي. قالت طب كويس اللي انت ما سبتهوش وخلصتيه كله. قلت لها اه الدم خلص كل يوم 24/10 ده الساعه 10 صباحا دخلت علينا 7 دبابات اسرائيليين من اخطر دبابات في اسرائيل. فطبعا المرضى، في مرضى كله، في مصابين يعني حالتهم مستقره وفي مرضى حالتهم تعبانه. في واحد اسمه حسن كان باتر دراعه من 3 أيام أو 4 أيام. فطبعا لما الدبابات دخلت المرضى فوق اللي هم الكويسين واللي كده كله نزل تحت، لقينا حسن ده نازل فقال بس ناوليه السلاح، الاسلحه مرميه قدامنا بتاعتهم بتاع المصابين. فانا قلت له حاضر بس هتعرف، قال اه بس بنولي لي السلاح. فطبعا خد السلاح ويعني ربنا يا رب يحفظه اذا كان موجود، ربنا يخليه اذا كان مات ربنا يرحمه ويجعله في ميزان حسناته. فطبعا الدبابه الاولانيه هو دمر. جه الثاني بعديه باتر رجليه الاثنين بيزحف، فقال لي بسرعه بسرعه هات لي السلاح. قلت له حاضر، رحت المولاه دمر الدبابه الثانيه. ففي يعني مصابين. القصص اللي حضرتك بتعدي عليها سريعا دي، ده محتاجه وقفات. يعني حد بات رجليه اثنين وبيدمر دبابه، دي مش حاجه سهله على الاطلاق. بس عايز اقول لحضرتك على حاجه، انه النصر النصر لم يتحقق يا ست سيده الا بالقلوب اللي زي حضراتكم، الا بالتصرفات اللي انتوا عملتوها، الا بالمواقف الجميله اللي يذكرها التاريخ وهيفضل يذكرها التاريخ وهنحكيها للاجيال اللي جايه كمان. ده السبب الحقيقي في تحقيق النصر. اه طبعا ده كان بيزحف رجليه الاثنين مبتورين بعد الركبه، يعني بقى يزحف يا حبيبي ودمر الدبابه الثانيه. فطبعا في مرضى مستقرين يعني حالتهم كويسه، يعني اصابات، يعني اصابات برضه بس مش زيهم. فراحوا مطلعين فاضل 5، راحوا مدمرين لهم الـ5 اللي هم المصابين التانيين.
فطبعا يعني كان موقف يعني ربنا يجازيهم خير، جيشنا وشعبنا وشرطنا. واي حد يكون عدو للمصر وعدو للجيش وعدو للشرطه ده انسان ما يعتبرش انسان، يعتبر حاقد، حاقد على مصر. لان اللي شاف الحرب هو اللي بيعذر، هو اللي بيعذر فعلا. واللي شاف الحرب يا ست سيده وعاشها واجب عليه برضه انه يفضل يحكيها للاجيال، فاحنا عايزين حضرتك بقى تفضلي تحكي لجيرانك ولكل الاجيال الجديده اللي موجوده عن البطولات اللي حصلت وقت الحرب. شكرا جزيلا الممرضه سيده الكمشوشي صاحبه قصه ممرضه تحت الحصار.